سيدة عبير، ربما سمعت من ضيوفي يعني هناك عدة ملاحظات ربما ومآخر لعمل المنظمات الدولية، ولكن دعيني أتوقف بما يتعلق بالميليشيا وربما أيضا تعاطي الميليشيا واشتراطاتها أيضا على منظمات الأمم المتحدة، وما تقوم به أيضا من تعطيل وصول هذه المساعدات إلى ذوي يعني المحتاجين. كيف سوف تتعامل الأمم المتحدة الآن مع ذلك؟ هل سوف تتماهى؟ هل سيكون هناك تعامل آخر أو ربما يعني سيتم الضغط على الميليشيا؟ سيدة عبير، برنامج الأغذية العالمي، بس أنا عايزة أرد على كذا نقطة. أولها أن برنامج الأغذية العالمي بيعمل في 80 دولة حول العالم، وهناك شفافية تامة فيما يخص عملية صرف المساعدات والمصاريف الإدارية والتشغيلية. هذه الأرقام بتطلع عليها تطلع عليها الدول المانحة، وبيتم مراقبتها من قبل جهات حيادية حتى يكون هناك تأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها، كما هو الحال في أي منطقة صراع وفي منطقة نزاع. هناك طبعا مشاكل بتواجه المنظمات الإنسانية في العمل عامة. نحن منظمة إنسانية، ليس لنا أي هدف سياسي، وهدفنا الأول هو الوصول بالغذاء إلى من يحتاجه وإنقاذ الأرواح، وبالتالي بنتعامل مع كل الجهات سواء كانت هذه جهات رسمية أو غير رسمية حتى نستطيع الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة. وبمنتهى الشفافية الكاملة، وهناك دائما البرنامج دائما بيرفع صوته وبيتحدث عندما يكون هناك تجاوزات من قبل هذه الجهات. جميل. الدول المانحة كما ذكرت مشكلتها ليست شفافية البرنامج وليست عدم قدرة البرنامج على على العمل بحيادية في اليمن، لكن مشكلتها إن عملية التمويل واقتصاد هذه الدول هو ليس على المستوى المطلوب. كان هناك في وقفة وقفها برنامج الأغذية العالمي عندما كان هناك في عملية تهريب المساعدات يعني الوصول بها إلى مناطق غير التي تستهدف هذه المساعدات، ووقفنا في نهاية عام 2018، وكان هناك البرنامج أوقف عملياته الإغاثية في كثير من المناطق الشمالية في اليمن. بعدها كان هناك عملية إصلاح المسار، وعدنا إلى تقديم المساعدات إلى الأسر المحتاجة، وقمنا أيضا بالعمل على عملية التسجيل البيومتري حتى نستطيع أن نتأكد أن الشخص المسجل هو الشخص الذي يحصل على هذه المساعدات. وأعتقد في المناطق الجنوبية كان هناك تقدم ملحوظ في التسجيل البيومتري، وفي المناطق الشمالية نحن الآن في يعني هناك تقدم ملحوظ في تسجيل أعداد كبيرة من المستفيدين.